جانفي 2023 مباشرة من قسم مدينة قسنطينة وبالضبط من ملعب الشهيد حملاوي. هذا الملعب الذي اكتسب حلة جديدة والذي يذكرنا بسنوات الشباب، وهذا الملعب الذي شهد ألقاب لأبناء هذه المدينة بطولتين لعميد الأندية النادي الرياضي القسنطيني سنوات 97 و2017 وكذلك مولودية قسنطينة سنة 91، إلى جانب تتويج الوفاق الصيفي على أرضية هذا الملعب بكأس إفريقيا للأندية البطلة سنة 1988، ولا ننسى التأهل الأول والتاريخي للمنتخب الوطني الجزائري لمونديال 82 بإسبانيا بعد الفوز البارع والهائل الذي حققه على أرضية هذا الملعب الذي كان يلقب سابقا ب 17 جوان على نيجيريا إيابا بهدفين مقابل واحد من إمضاء كل من الأخضر باللومي ورابح ماجن. خليكم تشاهدوا معنا هذه الأجواء. هذا الدخول بالتذكرة. هذا الدخول بالتذكرة. هلا دخول سهل منظم. هذا الملعب الجميل ملعب الشهيد حملاوي. صحيت تنظيم محكم. صحيت يعطيكم الصحة ليزوم. هذا الملعب الجميل جدا 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 الذي اشتقنا الدخول إليه، الذي يذكرنا بسنوات الشباب. الله 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 الجزائر. الملعب فلسطين الشهداء، فلسطين الشهداء، فلسطين الشهداء، فلسطين، فلسطين.